مساكم الله وصبحكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. صباح ولا مساء، المهم ان الوصفة اليوم مرة جبارة وطلبتوها مني كثير، اللي هي التشارس. بسويه معاكم بطريقة مرة حلوة وشكل شوي غير. تقدرين تقدمينها مع صوص شوكولات، مع صوص نوتيلا، او مع الكراميل براحتك، او بدون ولا صوص هم براحتك. الوصفة سهلة بس تحتاجها شوية كذا تكنيكات مرة بسيطة وحلوة. راح استخدم اليوم عجانة هوم إليك لأنها بتساعدني عشان يضبط معاي التكنيك ويطلع العجين كذا بقوام مرة حلو. عجانة هوم إليك ما شاء الله تبارك الله الموجودة عندي، صار لها تقريبا عندي حول 3 أو 4 سنوات، يعني لها فترة، وما شاء الله تبارك الله تشوفوني استخدمها برمضانياتي، استخدمها بيومياتي، استخدمها بعجايني، يعني ما شاء الله تبارك الله جودتها مرة كويسة. 1100 واط، سعة هذا الوعاء 5.5 تقريبا لتر. فيها تحكم بدرجات تقريبا من 1 إلى 6، معاها يجي 3 مرفقات، معاها الأصبع هذا للعجن، أو معاها الخفاقة لخفق البيض أو لخفق الكيك، ومعاها هذه اللي تخلي شيء كريمي. احتمال كبير استخدم هذه اليوم أو هذه، اللي ما عندها هذه تستخدم هذه، كله بيمشي. بس احنا وصفتنا اليوم على خطوتين، التشورس، بلح الشام، الإكلير، تقريبا كلهم وصفات متقاربة جدا. التشورس يشبه بلح الشام بشكل مرة كبير، بس اليوم بنسوي بتكنيك شوي 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 شوي، يعني فيه فكرة حلوة. طيب ايش المكونات؟ راح نسوي طبعا الوصفة على مرحلتين، المرحلة الأولى على النار والمرحلة الثانية في العجانة. بنحتاج المقادير، عندي مقادير راح تكون مكتوبة لكم، المقدار هذا ما هو كثير كبير يعني. بنحتاج دقيق وسكر وملح وفانيلا وبيض وزبدة وموية، البعض يقسم الموية إلى موية وحليب، هذا شيء يرجع لك، بس أنا اليوم بسويها بموية، ممكن وصفات قادمة إكلير ولا غيرها نسويها نص بنص. راح نحط المكونات التالية، بنحط الزبدة، بنحط السكر، الملح، الموية، ونخليها تذوب بالزبدة وتبدأ تغلي، وبعدين أقول لكم إيش بنسوي. شوفوا هنا بدأت الزبدة تذوب، نخلي الزبدة تذوب تماما، وبعدين يبدأ المزيج بالغليان. شوفوا هنا بدأ بالذوبان لسه بس بادي شوي يطلع بابلز، أباه يغلي، لما يغلي بعلمكم ايش بسوي. شوفوا الان بنات طفيت عليه الحرارة، وراح اضيف الدقيق دفعة واحدة واحرك لين ما تصير عندي كتلة، تمام؟ ترى انا مطفية الحرارة، الان ما في حرارة، مطفيتها لحد ما يصير عندي الدقيق كتلة واحدة. شوفوا يا جماعة يطلع بهذا الشكل، ما فيه هذه الأشياء البيضة، نحاول كل ما فيه. المشكلة إن الفرن يعكسني فماني مرتاحة كثير في التصوير عن بعد. المهم بهذا الشكل، الآن الحرارة ما في حرارة، بس بعد شوي بشغلها شويات وبشغل الحرارة تقريبا دقيقتين. ليش؟ لأني ما أبغى فيه رطوبة. الآن يا جماعة بعد ما صارت عندي كتلة بشغل عليها الحرارة، وبحرك تقريبا مدة دقيقتين استمر فيها بالتحريك. الآن انا شغلت الحرارة، راح دقيقتين، يعني حطي لك تايمر دقيقتين، دقيقة ونص الى دقيقتين، لا تطولين. ما نبي، استمري بالتحريك، ما نبي الطحين او العجينة هذه تلصق في الاسفل. مهم يا بنات تستمرون في التحريك زي ما انا قاعدة اسوي، بالضبط زي ما انا قاعدة اسوي. استمروا بالتحريك مدة دقيقتين. آسفة هي متعبة بس معلش، نبغى ما فيها رطوبة عشان تطلع معاك العجينة مرة مضبوطة. خلاص يا جماعة الآن طفيت عنها، راح أحطها في وعاء ثاني وأخليها تقريبا 10 دقايق تبرد. ممكن بردها بطريقة ثانية بس مو مشكلة، بنتظر عليها 10 دقايق قبل ما أضيف البيض. هذه عجينتي راح ننتظرها تبرد 10 دقائق، تقدرين تحطينها في الوعاء او في العجانة وتخلينها تضرب بتبرد اسرع، هذا خيار يرجع لك، تبين هذه الطريقة او هذه الطريقة. طريقة التبريد السريعة هذه الطريقة اللي انا الحين قاعدة اسويها معاكم، راح اشغلها، بس نشغل الكهرباء من هنا.
أخليها شوي يطلع البخار وتبرد أسرع، لا تحطينها على سرعة عالية لما تجين تبردين، خليها براحتها، يعني بدل 10 دقائق اللي ننتظرها تبرد رح تصير يمكن 5 دقائق. شوفوا يا جماعة هنا ما شاء الله تبارك الله 3 دقائق بالضبط حسبتها، وقت يعني شفت بساعتي لقيتها 3 دقائق بالضبط. طبعا هنا الوعاء صار خلاص. طبعا ليش احنا نبردها؟ لان اذا حطيتي البيض وهي حار بيستوي البيض ما بتضبط معاكي. فالان راح اشغلها بطيء وراح اضيف البيض بيضة بيضة، انا حطيت بيضتين بس احتمال ازيد ثالثة لان على حسب حجم البيض، والبيض حقنا حجمه في السعودية عادة وسط ما يعتبر كبير، والوصفات عادة تتطلب بيض حجم كبير. هم راح اضيف الفانيلا، اذا اختفت البيضة راح اضيف الثانية. القوام يكون شوي قاسي بس استكي بنفس الوقت، يعني تحسين فيه لزوجة. فراح اضيف البيضة الثانية واحتمال كبير اضيف الثالثة. هذا القوام مو ضابط، يباله بعد واحدة راح يكون اوكي. ضابط تقريبا الان 3 بيضات، نخليهم نحس القوام صار تمام. يعني قوامه بالنسبة لي اوكي حق الشورس راح يكون تمام، ممكن تخلينه لزج اكثر اذا بتسوين كلير. شوفوا يا جماعة راح نحط الان الخليط حقنا في كيس التزيين زي ما انتم شايفين، بحطه الان هنا، خليني احطه وارجع. هذا شكله وراح نحطه في الصينية مع اخوانه. هنا ما شاء الله تبارك الله سويت كمية ولسه راح اسوي كمية ثانية، راح ادخلها للفريزر 20 دقيقة 30 دقيقة قبل ما نقليها. بعلمكم برضو تكنيك في القلي، هذا بيخليها تصير كريسبي، وبعلمكم تكنيك في القلي عشان تستوي من داخل وتصير كريسبي من برا. هنا يا بنات الزيت بارد ما هو حار، توني شغلته توني يعني ما هو حار زي ما انتم شايفين. ليه؟ اذا كان حار بيستوي من برا ومن داخل ما راح يستوي، بس الان بتحطينه هو بارد فبيحمى مع بعض تمام، بيطلع لك مستوي من داخل وكريسبي من برا. هنا شوفوا يا بنات بدت البابلز حقت الزيت لانه بدا يسخن تطلع، راح تلاقونه بعد شوي يرتفع فوق. خلاص يرتفع فوق معناها انه بدأ يستوي من الداخل، نبدأ عادي يتحمر وبيستوي تمام معاكي ومقرمش. اول ما يخلص راح نغطسه في مزيج من السكر مع القرفة. شوفوا هنا يا جماعة شوفوا بدأت تطلع فوق، معناها بدأ شوفوا شايفين بدأ يخف ويطلع. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله تقريبا كله صعد فوق زي ما انتم شايفين. خلاص الان راح ننتظره يتحمر ويستوي زين. شوفوا هنا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله شوفوا الشورس حقنا صار جاهز. خلي الحرارة تهدى وبعدين احط المجموعة الثانية، طبعا انا مسوية واحد ثاني حاطة فيه مجموعة. هنا عندنا الشورس حقنا راح نغمسه. بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين. يا جماعة استنى وقت. يا جماعة. هذه حقتي. ما ولعنا النور. مازن في التصوير يغمس وياكل واحنا انا بنصور. يلا يلا كريسبي
كريسبي من برا. وخر وائل شوية حبيبي، وخر ماما. كريسبي من برا مرة لذيذة، أنافس فيها أطلق شورس. يمي ما على يوقف لا يوقف، حطيت حق خيتي وعيالها يحبونه. باقي عندي دفعة بروح أسويها، باقي مجموعة بسيطة يمكن حبات كذا. كريسبي ويامي يامي يامي، راح يودي حق خاله صفق بالباب.